touching down this march for the first time in South Africa. Sheikh Abdul Majid ibn Abd al-Ahad al-Arkan. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحب أهل جنوب أفريقيا كما أحبونا، اللهم فرج همهم، اللهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا الله يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا، اللهم اجعلنا وأهل جنوب إفريقيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا إخوانا متحابين.